أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، وأبدأها بالعناوين. طفل في مأرب يوفر ملابس العيد لجميع الأطفال في أحد مخيمات النازحين. الشرطة تضبط الرئيس النمساوي وزوجته بتهمة الخروج أثناء الحظر. ومن أخبارنا الرياضية، الدوري الأسباني يستأنف نشاطه في 8 يونيو. أهلا بكم. انتهى أجل وقف إطلاق النار أحادي الجانب الذي أعلنه التحالف بقيادة السعودية لمدة شهر، مع نهاية يوم السبت آخر أيام رمضان وحلول يوم الأحد عيد الفطر، دون إحراز الأمم المتحدة أي تقدم نحو التهدئة الشاملة وتوحيد الجهود لمواجهة جائحة كورونا. ويتساءل موقع المصدر أونلاين، إلى أين تتجه جهود السلام في اليمن بعد انتهاء أجل وقف إطلاق النار وموافقة الحكومة ورفض الحوثيين لمبادرة جريفيث؟ طوال الشهرين الماضيين قاد المبعوث الأممي مارتن جريفيث جهود مكثفة مع أطراف الصراع وسفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن والمعنيين في تحالف دعم الشرعية، معتبرا مخاطر جائحة كورونا فرصة سانحة لإحلال السلام في اليمن. وقال الموقع أنه على الرغم من وقف إطلاق النار من جانب التحالف العربي والقوات الحكومية، إلا أن ميليشيات الحوثيين واصلت تصعيدها في جبهات القتال خاصة شرق صنعاء، وإطلاق الصواريخ البالستية باتجاه مأرب والسعودية. مبرر ذلك وفقا للموقع هو ما يعتبره الحوثيون هدنة أحادية الجانب، يصفونها بأنها كذبة وأن الغارات الجوية مستمرة. كورونا، الفشل الذي يعيشه العالم تحت هذا العنوان، كتب جمال حسن مقاله في موقع المشاهد نت وجاء في بعض من أجزائه. لا يمكن فصل التاريخ البشري عن حركة الطبيعة، فظهور جائحة كورونا هو تمهيد ضمن سلسلة أحداث لتغيرات مفصلية سيشهدها العالم، وهو العالم الذي دشنه جورج بوش في احتلاله للعراق، وربما يعود أثره إلى أحداث سبتمبر عام 2001 وتبعاتها. لكننا بدأنا نشعر بأن العالم القديم يتغير، إلا أن المشهد بدأت آثاره تلوح في أفق الدول الأكثر هشاشة. ويمكن النظر إلى الشرق الأوسط كمكان سائب، وفي اليمن بدأت ملامح عدم الاستقرار مع ظهور حركة تمرد في الشمال عام 2004، واحتجاجات في الجنوب بدأت في عام 2007. إن الأخطاء التي ترتكبها الدول العظمى يكون أحد عواملها الاسترخاء الذي يدب فيها، وهو عامل التراجع العالمي الذي تسبقه إرهاصات غير مرئية لعوامل تدهور الإمبراطوريات. كان العالم يتشكل في الشرق الأوسط بطريقته، لكن العالم بدأ أنه لن يتعافى بعد أزمة عام 2008 الاقتصادية. التساهل في التعامل مع حزمة قرارات مثل التدخل العسكري في العراق، ثم ترك المنطقة السائبة لمجموعة قوى تقليدية تحاول فرض سياساتها. تعاملت إيران بضراوة أكثر في المنطقة في الفراغ الذي تركته الولايات المتحدة، لكن الواقع أو الخرائط التي تم تصورها تحت مبدأ راديكالية الليبرالية أو تعزيز الديمقراطيات في منطقة وجدت نفسها خسرت ما كانت تمثله الدولة المستبدة من عوامل استقرار دون حدوث الديمقراطية، غير أن تلك المبادئ المحاطة بتصورات حقوق الإنسان والحريات أتاحت مساحة من التدخلات السياسية للقوى العظمى، لكن الصورة انتهت إلى فراغ ظهر عليه لاعبون إقليميون ودوليون، التدخل الروسي في سوريا وتوسع النشاط الإيراني في دائرة أوسع. لم يكن المصور عبد الله الجرادي ذو 25 عاما يدرك أن الطفل الذي كان يلعب مع صديقه مرتديا نظارة ذات مظهر استثنائي سيجذب عدسته الأنيقة نحوها. الجرادي أوضح لموقع المشاهد أن الطفل طلب تصويره أثناء ممارسته إحدى هواياته، وهي تصوير الأطفال عقب انتهائه من عمله. وعنون الموقع: نظارة الطفل محمد تسعد أقرانه من النازحين في مأرب. كان الجرادي يصور في مخيم جو النسيم في مأرب منذ أيام، حين طلب منه الطفل محمد تصويره مقابل أن يعطيه نظارته، فوافق عبد الله وأراد إعطاء الطفل 1000 ريال مقابل النظارة. رفض الطفل واكتفى بقول: أشتي صورتي تظهر في التلفزيون. فيما بعد عرض المصور النظارة في مزاد وتم بيعها بما يزيد عن 2.5 مليون ريال يمني. بعد ذلك يقول المصور:
اقترحت على والدي الطفلين أن يتم شراء ملابس العيد لجميع الأطفال النازحين في المخيم. يضيف عبد الله: تطوعت ومجموعة من أصدقائي الإعلاميين لشراء ملابس العيد لجميع أطفال المخيم الذين يصل عددهم إلى 200 طفل. نشرت صحيفة العربية الجديد تقريرا عن أهمية محافظة أبين التي تدور فيها المعارك بصورة مستمرة، وعنونت الصحيفة: أبين شريان الجنوب اليمني مفتاح الحرب والسلم. ووفقا للصحيفة، تكمن أهمية أبين في كونها بوابة لمحافظة عدن وشريانا يربطها مع لحج والضالع بباقي محافظات الجنوب الشرقية شبوة حضرموت والمهرة. ولذلك طبقا لتقرير العربية الجديد، لم تنجح الجبهة القومية للتحرير في السيطرة على عدن عند جلاء الإنجليز إلا بعد سيطرتها على أبين، كما أن سقوط الأخيرة في يد قوات علي عبد الله صالح في عام 94 حسم المعركة لصالحه. وعندما أراد تنظيم القاعدة ممارسة دور الدولة على الأرض في عام 2011، كانت مدينة جعار وكذلك زنجبار مركز المحافظة في أبين هما الأرض التي أعلن منها التنظيم إقامة إمارته الإسلامية. وقبل ذلك بثمانية عقود تقريبا، مع إعلان تشرشل وزير المستعمرات البريطانية تقليص الإنفاق على الجنود الإنجليز حول العالم بتجنيد قوات محلية في كل مستعمرة، توجهت أنظار الإنجليز إلى قبائل أبين وشبوة لتشكيل جيش اللواء من أبنائهما بدرجة أساسية. هكذا تبدو أبين بموقعها الجغرافي وتماسك بنيتها القبلية ودورها في التاريخ السياسي اليمني، واحدة من أهم المحافظات اليمنية على الإطلاق سواء في السلم أو في الحرب. على الرغم من دورها وأهميتها ومن كل الخلفيات التي يمكن استدعاؤها من قبل أطراف الصراع اليمني، تظل أبين منطقة يمنية تتوق إلى السلام والاستقرار، لكن الدعاية والتحشيد والتضليل تقحم أبنائها في معارك لا تخدم منطقتهم ولا مستقبلهم. في تذكر وحدة اليمن السياسية الحديثة تحت هذا العنوان، كتب نبيل البكيري مقاله المنشور في صحيفة العربية الجديد: يؤكد كل هذا التاريخ السياسي المشترك حقيقة واحدية الهوية اليمنية التاريخية، مع فترات انتكاسة سياسية بفعل الاستعمار التي لم تستمر إلا فترات قصيرة تاريخياً، على الرغم من كل المحاولات الاستعمارية لتفتيت هذه الهوية واختلاق هوية مصطنعة كهوية الجنوب العربي التي أطلقتها بريطانيا على عدن عام 1953 لفصل عدن حتى عن المحميات البريطانية التي كان يتشكل منها جنوب اليمن المحتل، والتي تجاوز عددها 21 سلطنة ودويلة ومشيخة مستقلة. ومع ذلك فشل هذا المشروع فشلا ذريعا، لأنه دفع اليمنيين إلى الكفاح المسلح ضد المستعمر. وفي الفترة بين عام 1967 وحتى عشية 22 من مايو أيار عام 1990، كانت هي بالفعل الفترة الأكثر سوداوية في تاريخ الانقسام السياسي اليمني، لقيام نظامين سياسيين متعارضين ومتناقضين، نظام ماركسي اشتراكي في الجنوب ورأس مالي قبلي في الشمال، ساهم اثناهما في تشديد القبضة البوليسية على الشعبين ومنع كل أشكال التواصل بين أفراد الشعب الواحد، أشد مما فعل الاستعمار البريطاني قبلهما. وهكذا استمرت فترة القطيعة السياسية تلك ما يقارب 27 سنة، ولكنها انتهت بإعلان فشل النظامين السابقين وقيام الوحدة اليمنية وإعلان قيام الجمهورية اليمنية على أنقاض جمهوريتي الشمال والجنوب اللتين شكلتا أسوأ مرحلة قطيعة سياسية في تاريخ اليمن السياسي، بفعل التوجهات الإيديولوجية للنظامين وتحولهما إلى أوراق لعب سياسية في معركة الصراع والاستقطاب الدولي حينها. لم تتسامح الشرطة النمساوية مع رئيس البلاد ألكسندر بيلين، وأكدت أنه خرق الحجر الصحي في واقعة اعترف بها الرئيس، معربا عن أسفه الشديد واعتذاره عما وقع، لكن الشرطة أوصلت الأمر للجهات القضائية. فما هي القصة تحديدا؟ يعنون موقع الدي دبليو الألماني: الشرطة تضبط الرئيس النمساوي وزوجته متلبسين بخرق الحجر الصحي. ضبطت الشرطة النمساوية رئيس البلاد وزوجته داخل مطعم بالعاصمة فيينا بعد بدء وقت الإغلاق المفروض في إطار تدابير مكافحة كورونا. وأكدت الشرطة أنها وجدت الرئيس خلال حملة تفتيش لمطعم مفتوح بقلب مدينة فيينا، وقالت أنها حررت مخالفة في الأمر.
حررت مخالفة في الأمر ووجهتها للجهات القضائية المختصة للنظر فيها. اعترف الرئيس بذلك وقال: لقد تجاذبنا أطراف الحديث وللأسف أغفلنا الوقت، معربا عن شعوره بالندم قائلا: أنا آسف لهذا، حقا لقد كان خطأ. وتنص القيود المعمول بها في النمسا حاليا على أنه على المطاعم أن تفتح أبوابها فقط حتى الساعة 11 مساء، لكنها قبضت على الرئيس بعد الموعد بنصف ساعة. انصبت تعليقات عدد من الصحف على الجدل الدائر حول ما تم اعتباره خرقا من قبل كبير مستشاري رئيس الوزراء بوريس جونسون للقيود المفروضة في عموم البلاد خلال فترة الإغلاق العام لمحاصرة وباء كوفيد 19 بسبب ذهابه لرعاية أسرته شمال البلاد خلال فترة الإغلاق العام. في الاندبندنت نقرأ نقدا لاذعا من قبل النائبة البرلمانية العمالية جيس فيليبس، ترى فيه أن تصرف ودفاع رئيس الوزراء عنه من شأنه أن يجعل الجمهور يفقد المزيد من الثقة في السياسيين. وتضيف أيضا أن عدم قدرة الحكومة في هذه الأزمة على الاعتراف بالأخطاء أدى إلى انهيار الثقة وليس إلى بناء الثقة. يرى الكاتب أن الأخبار التي تشير إلى توجه كبير مستشاري رئيس الوزراء في لندن إلى دورهام لرعاية عائلته كما قال رئيس الوزراء في ظل إجراءات الإغلاق قد تسببت بموجة من الغضب في عموم البلاد. يرى الفيلسوف الأمريكي المعروف نعوم تشومسكي أن الولايات المتحدة تتجه نحو الكارثة نتيجة افتقادها لاستراتيجية اتحادية في مواجهة وباء كورونا، ويضيف في مقال ترجم ونشر في صحيفة الغد: يقود البيت الأبيض شخص معتل اجتماعيا مصاب بجنون العظمة لا يكترث إلا لسلطته والاستحقاقات الانتخابية. عليه أن يحافظ على دعم قاعدته التي تضم الثروات الكبرى وأبرز أرباب العمل. منذ وصوله إلى السلطة فكك ترامب آلية الوقاية من الأوبئة كاملة، فاقتطع من تمويل مراكز الوقاية من الأوبئة، وألغى برامج التعاون مع العلماء الصينيين الهادفة لتحديد الفيروسات المحتملة. الولايات المتحدة كانت غير مهيئة بشكل خاص. المجتمع الأمريكي مجتمع مخصخص غني جدا، لديه ميزات كبرى لكن تهيمن عليه المصالح الخاصة. لا يوجد نظام صحي للجميع، وهو أمر شديد الأهمية اليوم. هذا ما يمكن وصفه بالنظام النيوليبرالي بامتياز. ورغم خطورة هذا الوباء إلا أنه ليس الخطر الأكبر. سنخرج من الوباء مقابل ثمن عال جدا، لكننا لن نتعافى أبدا من ذوبان الغطاء الجليدي في القطبين وارتفاع منسوب البحار والآثار الأخرى السلبية للتغير المناخي. ماذا نفعل حيال ذلك؟ كل بلد يقوم بأمر ما، لكن ليس بما يكفي. الولايات المتحدة من جهتها تقوم بالكثير، تتوجه مسرعة نحو الهاوية عبر إلغاء البرامج والتشريعات التي من شأنها التخفيف من وطأة الكارثة. تطور بعض المجتمعات تقنيات تتيح لأرباب العمل رؤية ما الذي يقوم به موظفوهم خلف شاشات حواسيبهم، والتحقق مما يكتبونه عبر لوحة مفاتيحهم، ومعرفة ما إذا ابتعدت عن شاشتك، واعتبار ذلك بمثابة فترة استراحة. إنترنت الأشياء بات رائجا، كل أغراض المنزل باتت إلكترونية، الأمر عملي، لكن المعلومات تذهب إلى جوجل وفيسبوك والحكومة. هذا يعطي إمكانية هائلة للمراقبة والرصد، وهو ما نعيشه الآن، ليس أمرا سنصل إليه في المستقبل. تشهد سماء مكة المكرمة ظهر يوم الأربعاء 27 مايو 2020 تعامد الشمس على الكعبة المشرفة بالمسجد الحرام الساعة 12:15 ظهرا، وعنوان موقع روسيا اليوم: الشمس تتعامد على الكعبة المشرفة رابع أيام العيد. وقال الموقع أنه عند التعامد ستكون الشمس على انحناء 90 درجة وسيختفي ظل الكعبة تماما ويصبح ظل الزوال صفر، وهو التعامد الأول من اثنين سيكونان هذه السنة. وكشفت الجمعية الفلكية بجدة أن ظاهرة تعامد الشمس تحدث نتيجة لموقع الكعبة المشرفة ما بين خط الاستواء ومدار السرطان، فأثناء الحركة الظاهرية للشمس عبر قبة السماء تصبح على استقامة مع الكعبة أثناء انتقالها من خط الاستواء إلى مدار السرطان خلال شهر مايو، وعند عودة الشمس جنوبا إلى خط الاستواء قادمة من مدار السرطان في شهر يوليو.
خبر سار لعشاق الدوري الإسباني، حيث تم الإعلان عن عودة عدد من الأنشطة وعنونت شبكة البي بي سي. الدوري الإسباني يستأنف نشاطه في 8 يونيو، ووفقا للموقع بدأ لاعبو الدوري الإسباني التدريب في مجموعات لا تزيد عن 10 أفراد في وقت سابق من الشهر الجاري. وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو شانشيز: لقد قامت إسبانيا بما ينبغي، والآن تفتح أفاق جديدة للجميع. لقد حان الوقت لإعادة العديد من الأنشطة اليومية. ومن المقرر أيضا استئناف دوري الدرجة الثانية الإسباني بالتزامن مع دوري الدرجة الأولى. وتشير تقارير في إسبانيا إلى أن مواجهة بين إشبيلية وريال بيتيس ستكون أول مباراة في الدوري الإسباني. مجموعة من الصور التي نشرتها صحيفة الجارديان البريطانية توثق العديد من الظواهر ومناحي الحياة، نتابعها في جولتنا التالية. عدد من رسومات الكاريكاتير التي نشرتها الصحف والمواقع، نتابعها في آخر جولة من حلقة اليوم. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. نشكركم على حسن المتابعة، في أمان الله.